نقول بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will complete the inhibitors of cell wall synthesis. We finished everything related to beta-lactam, different classes of beta-lactams acting on the cell wall synthesis, inhibiting the cell wall synthesis. Today we will talk about miscellaneous compounds. Also, they have effect on cell wall synthesis, but the mechanism is different comparing to beta-lactam. Type. We will start by revising cell wall synthesis, cell wall composition, how the synthesis will occur, the building blocks for cell wall. طيب فبدنا نبلش بالبداية نتذكر السيل وول. إحنا بالبيتا لاكتام بشكل عام، يعني البيتا سيلنس، كاربوسبورنس، كاربابينيمز، مونوباكتام، كلهم كانوا بيتميز بوجود البيتا لاكتام رينج، وكان التارجت هو الترانس أميداز أو بسموه الترانس بيبتايدز، وكان في له رول معينة بتصنيع السيل وول، بيعملوا له انهبيشن، وبالتالي بنعمل انهبيشن للسيل وول سنتسيز. اليوم رح نحكي على other inhibitors، يعني النت ريزلت إلها إنها تعمل inhibition of cell wall synthesis، لكن الفرق إنه هون ما بحكي على بيتا لاكتام، رح أحكي على structures تانيين، رح أحكي على ميكانيزم تانية، targets تانية إلها دور بالcell wall synthesis. بالبداية بدنا نتذكر cell wall synthesis، إيش الكومبوننتس المكونة إله، من إيش مكون، كيف بتصير عملية اللي هي cell wall، واللي كان إله رول فيها، يعني الترانسبيبتايدز لما عمل له انهبيشن بمنع تكوين السيل وول. فمين حاب يذكرنا بهاي المعلومات؟ ياسمين رفع ايدك، تفضلي ياسمين. ياسمين تفضلي. دكتورة، كنت بدي أحكي إنه ميل للي جرام بوزيتيف بكتيريا بيكون بيبتايدوغليكان هو الموجود في السيل وول، بينما الجرام نيجاتيف أقل فيها، بحيث إنه الـ LPA فيها أكثر في الجرام نيجاتيف بكتيريا. موجود، يعني هاي موجود فيهم التنين، بس إنه النسبة أقل بس الجرام نيجاتيف. يس، بس أوكي يا ياسمين، إيش كمان متذكرة؟ بالنسبة للبروتينات كمان توزيعهم تقريبا متساوي على الجهتين. طيب نيجي على specifically cell wall. طيب يا حمزة تفضل. يا حمزة ذكرنا بالcell wall. تكون بشكل أساسي من هو يعني بيبتايد جلايكان من النام والناج. Yes. النام بكون مرتبطة في بنت أمينو أسيد، خمس أمينو أسيد. Yes. وهسا بين كل نام ونام ثانية بصير في كروس لينكينج بين دي ألانين الرابع مع الألايسين الثالث. أوكي. تصير عملية هذا الكروس لينكينج وبشكل السيل وول. أوكي، شكرا يا حمزة. براءة، إيش في عندك زيادة على اللي حكوه زملائك؟ كنت بدي احكي نفس اللي حكاه حمزه دكتوره، انه بما انه من اسمه بيبتيدو جلايكان بيتكون مينلي من شوجر وبيبتايد، الشوجر اللي هي النام والناج، والبيبتايد اللي هي الامينو 5 بتربط بالناج. اوكي، شكرا يا براء. اذا يعني نرجع احنا للكومبوزيشن اوف سيل وول، هو بيبتيدو جلايكان. بيبتيدو جلايكان كونسيست فروم امينو اسيدز اند شوجر يونتس. وي هاف تو ريبيتنج شوجر يونتس، نام and NAG. One of them NAM attached to five amino acids اللي هم بنتابيبتايد. The last two اللي هم D-alanine. Usually a cross-linking between these pentapeptides occurs through the use of five glycine. So lysine, the third one amino acid, if you start counting from the sugar unit, with the fourth D-alanine in the second pentapeptide, there will be cross-linking. Transpeptidase or transamidase, this is the enzyme responsible for the occurrence of cross-linking. في حدا يا جماعة فاتح المايك؟ صوته قاعد بيطلع بس بسمع صوتي. اللي فاتح المايك يسكره.
طيب فإذا هو عبارة عن بيبتيدو جلايكان عبارة عن أمينو أسيدز مع شوغرز. هدول لما أخذنا على البيتا لاكتامز إحنا الإنهيبيتارز كانوا سبيسيفيكلي بيشتغلوا على ترانس بيبتايدز إنزيم، واللي كان الرول تبعه إنه يعمل كروس لينكينج ما بين البنتا بيبتايد اللي رابطة بينام من جهة مع بنتا بيبتايد تانية حتى يصير في عندي هذا الهيكل تبع السيل وول. فبالتالي السيل وول مركباته الأساسية عارفين، عرفنا الرول تبع البيتا لاكتام. خلينا نشوف هسا مجموعات تانية دوائية بتشتغل على السينثيسز على هذا السيل وول، تعمل له انهيبيشن، بس نشوف الطريقة اللي بتعمل فيها الانهيبيشن. فلو اجينا على أول مركب اللي هو الدي سايكلوسيرين. الدي سايكلوسيرين if you look to the structure we have سيرين أمينو أسيد اللي هو دي، because يعني البكتيريا usually uses D isomer of alanine. احنا حكينا آخر جزئية بالبنتا بيبتايد اللي عندنا هي D alanine D alanine. لما يصير الكروس لينكينج آخر alanine موجودة عندي رقم 5 بتطلع وبصير الكروس لينكينج، فبيضل النام بعد الكروس لينكينج قلنا رابط مع 4 أمينو أسيدز instead of 5. السايكلوسيرين فعليا هي resembles the structure of alanine. Symbol small molecule. هذا المولكيول فيه ستيريوكيمستري بنفس الطريقة الموجودة بالألانين. الألانين هو أمينو أسيد. لو طلعنا على الأمينو أسيد طبعا إحنا دائما بنعرف إنه في عندي ألفا كاربون، والألفا كاربون في عندي اللي هي الألفا كاربون، في عندي كاربوكسيليك أسيد جروب، فدائما في عندي أسيدك جروب، وفي عندي بيسك جروب أتاش تو ذا سيم كاربون. فلو أجينا طلعنا على المركب الموجود عندي السايكلوسيرين رح نلاحظ انه هون عندي مش كاربوكسيليك اسيد، بس بقدر اعتبر انه هذا يعتبر زي ايزوستير اوف كاربوكسيليك اسيد. هذه النيتروجين بسبب ارتباطها بالاكسجين خلت قيمه البي كي لها منخفضه in the same range as this carboxylic acid. So we have the acidic group. لانه تتذكروا الارتباط بالترانس بيبتايدز كانت عندي اللي هي الالانين الموجوده رقم 5 making ionic interaction. لهيك شفنا احنا عنا بالمركبات زي السيفالوسبورنز والبنسلينز كنا نحكي انه وجود الكاربوكسيليك اسيد اسينشال تو ميميك الكاربوكسيليك اسيد ابون بايندينج ترانسبيبتايدز. فبالتالي وي هاف اسيديك جروب ايزوستيرز اوف ذيس كاربوكسيليك اسيد اند وي هاف ذا امين جروب اتاتش تو ذا الفا كاربون ذا سيم بيسيتي از ذيس امين. هسا الرول تبعها رح نشوف هسا وين بالضبط. يعني هون انا ما بحكي على الترانس بيبتايدز، انا بحكي على اشي بيشبه الدي الانين. طبعا من ناحيه الاكتيفيتي لهذا المركب له برود سبيكترم اكتيفيتي، هو فعليا رح يعمل منع لتكوين الدي الانين دي الانين. يعني اذا بنرجع احنا على المكونات الرئيسيه، اذا بنحكي على الشوغرز بعديها في عندي امينو اسيد 1 2 3 4 و 5. The last two اللي هم الدي ألانين دي ألانين. يعني معناها أنا حتى يصير عندي الكروس لينكينج ويصير تكوين للسيل وول لازم يكون في عندي هاي الوحدة الرئيسية اللي هي two sugars attached عندي ل 5 أمينو أسيدز. فإذا أنا منعت تكوين الدي ألانين دي ألانين، يعني أنا بالنهاية منعت تكوين هاي اليونت، منعت ليتر اون الكروس لينكينج، وبالتالي بطل في عندي تكوين للسيل وول. فبالتالي هون عندنا الميكانيزم اوف اكشن ديفرنت فروم بيتا لاكتام. هون بالبيتا لاكتام ما كان يتدخل بالفورميشن اوف دي الانين دي الانين ولا الفورميشن اوف بنتا بيبتايد، لكن كان يتدخل بخطوه الكروس لينكينج. هون لا، انا بتدخل من البدايه بتكوين الوحده هاي، وبالتالي بالنهايه اذا ما تكونت ما راح يصير الكروس لينكينج ولا راح يصير عندي تكوين للسيل وول. فبالتالي السايكلوسيرين هي ميميكينج اوف دي الانين. السايكلوسيرين يوجوالي اكتس ان تو انزيمز. هدول التو انزيمز اللي هو الالانين راسيميز، لانه احنا بنعرف يعني لو بنيجي نحكي على النيتشر، ان ذا نيتشر يو ويل هاف الايزومرز اوف امينو اسيدز مينلي بالال، في نسبه بسيطه منها بالدي، لكن احنا بنحكي على النسبه الكبيره الموجوده هي ال. فالبكتيريا اذا بتستخدم الدي الانين عاده بتصنعه. هذا التصنيع عن طريق انها تعمل راسيمايزيشن للستيريوجينيك سنتر الموجود فيها، وبالتالي بتحوله عندي من ال انتو دي. فالدي سايكلوسيرين ويل بريفنت ذيس انزيم فروم فورميشن اوف دي الانين. اذا كان في دي الانين متوفر او مصنع عند البكتيريا كمان بيشتغل على الخطوه الثانيه
وبيشتغل على الليجاز اللي هو دي ألانين دي ألانين. إيش مشكلة ترهف؟ كم مرة صرت مفوتيتها؟ رهف دخلتي على المحاضرة؟ رهف اللحام. طيب نرجع نشوف كمان شوي. طيب وبالتالي كمان أنا فعليا ممكن أمنع تكوين الدي ألانين في البداية اللي هي الراسيمايزيشن from L to D، وكمان دي سايكلوسيرين also prevents the formation of this اللي هو داي بيبتايد، واللي فعليا بده يروح يرتبط مع اللايسين عشان يصير في عندي بنتا بيبتايد مرتبطة بالوحدة الرئيسية عشان تكوين السيل ميمبرين. فبالتالي السايكلوسيرين will prevent the formation of دي ألانين دي ألانين formation of دي ألانين itself from L ألانين، وبالتالي إذا ما تكون عندي أنا هنا منعت السيل وول سينثيسيس بالخطوات من البداية. بالنسبة للستابيليتي لهذا المركب من ناحية الستابيليتي under basic conditions we can consider this compound stable. إذا حطيته ببيئة فوق السبعة يعني at physiological pH رح يكون عندي stable، لكن إذا حطيناه بأسيدك ميديا رح يصير له hydrolysis. الهايدروليسيز رح يكون الناتج عنه اللي هو سيرين instead of ألانين، بالإضافة إلى ذلك رح يطلع عندي الهايدروكسيل أمين. يعني فعلياً أنت بنحكي هون هايدروليسيز لهاي البوند، وبالتالي ending up with carboxylic acid رح يصير في عندك اللي هو أمين مرتبطة بالأكسجين، كمان رح يصير هايدروليسيز للبوند وبتطلع على شكل هايدروكسيل أمين، وبالتالي الناتج هو دي سيرين under acidic conditions، لكن بالمقابل هو stable under basic conditions. طبعا هون من ناحية الاستخدام هاي للمعلومات لكم انه مستخدم second line بالتوبركلوسيز كان across the blood brain barrier وبالتالي has CNS side effect. طيب how this compound can have CNS side effect، كيف هذا المركب الصغير small هذا ممكن يعطيني CNS side effect، كيف ممكن انه يعبر البلد برين بارير؟ وانا بحكي هون على سمول مولكيول، المولكيولر ويت له قليله جدا، عبور البلد برين بارير فيه بتطلب رينج معين من المولكيولر ويت. اه ياسمين تفضلي. دكتوره بتوقع عن طريق الانزيم ترانسبورتر كونه بيشبه الدي الانين اللي هو الترانسبورتر البروتينات، البروتينات اللي بتستخدم اعاده الامينو اسيد بيستخدمها، انا بحكي على مركب هو ميميكينج للدي ألانين، وبالتالي جسمي رح يتعامل معه كأنه ألانين، هذا بيؤدي لأنه يصير له absorption وبتاخد أورال. يعني هذا الدرج لو ترجع على الصيدلي رح تلاقي فيه منه أورال الدرج، يعني مش شرط إني أعطيه injection، لأنه بالنهاية بيعتمد على فكرة إنه في عندي transports for amino acids بيستخدمها، وبالتالي بيقدر إنه يعبر، بيقدر يعبر blood brain barrier لأنه فيه كمان transporters عشان تعبر الأمينو acids، وبالتالي ممكن يحصل لي اللي هو CNS side effects. ليك بيستخدموه يعني second line بالعادة في حال ما نفعش أي إشي له تبعه. طيب هاي مثال على واحد من الأدوية بيشتغل على تصنيع الدي ألانين وعلى اللي هو حدوث البيبتايد bond between two دي ألانين مويتز. نيجي على مركب آخر اللي هو البسيتراسين. لو نطلع على البسيتراسين هو عبارة عن بولي بيبتايد كومبلكس. فلو تيجي تطلع على أنت فعلياً رح تشوف إنه في عندك many بيبتايد بونز موجودة فيه، فالوحدة الرئيسية المكونة يعني هو بوليمر أوف أمينو أسيدز. في أمينو أسيدز ممكن تكون إحنا ما بنعرفها يعني قبل هيك مش من الأشياء الإسنشال لأنه مليان أمينو أسيدز بالطبيعة، لكن إحنا كهيومن نستخدم 20 منهم، وبالتالي هو عبارة عن بولي بيبتايد كومبلكس. طبعا هذا المركب أكيد بما أني أنا أحكي على بولي بيبتايد ديفينتلي إذا بدي أجي أخده أورالي فهو أورالي إنأكتيف، إلا إذا أنا بدي أخده أورالي فور لوكال إفكت فهو أورالي إنأكتيف، وعادة بيستخدموه في حالة النيومونيا للأطفال الصغار يعني إنجكشن. أنا بهمني معلومة تميز إنه بتاخد أز إنجكشن لأنه أورالي بما أني بحكي على بروتين يعني أو بولي بيبتايد، وبالتالي هو أنستابل رح يكون بالأسيديك ستومك، وبهاي الحالة رح يصير له هيدروليسيز، في انزيم بتعمل له هيدروليسيز فهو اورالي انأكتيف لازم اخده على شكل انجكشن. لكن طبعا هو نيورو ونيفروتوكسيك، يعني هذا بشابه النيفروتوكسيسيتي اذا بنحكي امينو جلايكوسايتس،
وبالتالي استخدامه بيكون لحالات معينة، يعني مش بتعتبر من الفيرست لاين إني ألجأ له بسبب هاي التوكسيسيتي العالية اللي موجودة فيه. طبعاً هو أكتر شيء استخداماً إذا بتروح على الصيدلية وبتشوفه رح تلاقيه دايماً بأي كريم للحروق للوونس رح تلاقي جزء من تركيبته بس ترسين. طبعاً لما أجي بحكي أنا توبيكالي أنت بتحكي على بولي بيبتايد، فديفينتلي ما رح يكون له عبور عبر السكن، ما رح يكون له سيستميك إفكت، وبالتالي بكون استخدامه توبيكالي آمن، يعني ممكن أي حدا إنه يقدر يستخدمه على الوونس وعلى الكاتس الماينر، طبعاً مش لما يكون حجمه كبير، أو على البيرنز. فهو مينلي يؤخذ توبيكالي إذا بدنا نستخدمه في حالات السيستميك أبليكيشن وفقط لا هوسبيتال. آه يا حمزة. مين فاتح المايك؟ حمزة؟ ولا أحد آخر؟ يا جماعة رجاء أن المايك انتبه إنه مايكك مسكر أو مفتوح. طيب نيجي على درج آخر كمان بيأثر على اللي هو السيل وول سينثيسيس، بيعمل له انهيبيشن اللي هو الفانكومايسين. لو تطلع على الستركشر اوف فانكومايسين، الفانكومايسين هو عبارة عن جلايكوبيبتايد. طبعا دائما الاسم احنا نيجي نطلع جلايكوبيبتايد، وبالتالي لما بشوف جلايكو نسبة لوجود شوجر وبيبتايد نسبة لوجود أمينو أسيدز، فهو glycosylated يعني وجود عندي اللي هو sugars، هيبتابيبتايد موجود في عندي اللي هو 7 أمينو أسيدز. إذا بتيجي تطلع على البيبتايد شين، هاي البيبتايد موجودة عندك، طبعاً هو هيبتا يعني عدد البيبتايد بونز اللي رح تطلع عليها رح تكون أقل من عدد الأمينو أسيدز، ففي عندي 6 بيبتايد بونز فهو مركب هيبتابيبتايد. إذا طلعت على الأمينو أسيدز اللي موجودة فيه رح تلاقي إنه في بعض أمينو أسيدز ممكن إنه إحنا بنعرفها متشابهة مع إشي بنعرفه، لكن في أمينو أسيدز ثانية unnatural يعني أو هي مش الأشياء الأسينشال اللي إحنا بنعرفها unusual. الإشي الإضافي اللي بتطلع عليه بالستركشر إنه فعلياً الأمينو أسيدز السايد شين، زي مثلاً عندي هاي السايد شين مع السايد شين اللي هنا مع هون عاملين interaction بيناتهم مربوطات مع بعضهم البعض، وبالتالي هذا رح يعطي للمركب rigidity. ففي certain rigidity in the structure، عندي البيبتايد chain تعمل folding، لكن هذا الفولدينج بيكون مربوط باللي هو الإفكت تبعت هاي السايكلز الماكرو سايكلز اللي موجودة فيها. نفس الإشي هون لو تيجي تطلع رح تلاقي إنه هاي الجزئية كمان عندي رابطين السايد شينز مع بعضهم البعض، ففي سيرتين ريجيديتي موجودة عندي بهذا المركب بحيث ياخذ 3D ستراكشر معين. لو اجينا اطلعنا على الجزئية اللي موجودة فوق، طبعا هاي الجزئية هون كلياتها نقدر نقول انه هي البيبتايد موجود فيها unusual amino acids، السايد شينز of these amino acids interacting with each other making macrocycles inside the structure increasing rigidity of the structure. هسا الجزئية العلوية اللي موجودة هون إذا بتلاحظ في عندي sugars، في عندي أمينو sugar، وفي عندي هون sugar اللي هم عادة طبعاً بدك تميز الشجر اللي هم polyols بيكون فيهم different OH groups، وموجود في عندي oxygen جزء من السايكل لأنه إذا شلنا هاي الأكسجين بيصير بسودو sugar، ورابطين مع بعضهم البعض عن طريق ما يسمى بglycosidic bond. فهاي في glycosidic bond عندي هون، وهاي في glycosidic bond موجودة عندي هنا. فبالتالي هذا المركب مكون من sugar ومكون عندي من peptide. طيب برأيكم هذا الستركشر اللي شايفه قدامك، can we take this drug orally or no؟ بناء على الستركشر الموجود قدامك. بتوقع يا دكتورة بتنعطى orally. طيب إذا أعطيتيه أورالي يا سميرة، هل تتوقعي إنك تستخدميه أورالي for systemic infections؟ ممكن. طيب يعني أنت بتحكي بصير له امتصاص صح؟ بتوقع، مع إنه في كتير بس في حلقات بنزين كتير برضو. طيب أوكي، مين بيوافق سميرة أو مين بيخالف سميرة بالرأي؟ ممكن بنعطى الالتهاب جوا المعدة، إنه ما أتوقع ما بيقدر يعبر. يا ليش ما بيقدر يعبر يا حمزة؟ شو السبب؟ حجمه كبير أو يعني المولكيولر ويت تبعه كبير. يا يعني فعليا لو ترجع على المولكيولر ويت رح تلاقي إن المولكيولر ويت أعلى من الإشي اللي مسموح للامتصاص،
لمركب زي هيك. في عندي أنا بوليبيبتايد ستيل، يعني حتى لو كان في رجدتي وفي عندنا ستيريك إفكت ممكن يصير له هيدروليسيس كمان، لكن هو فرقة الهيدروليسيس قليلة جدا بسبب الرجدتي العالية بسبب الستيريك إفكت الموجود. لكن إذا ما نجي نحكي على ليبينسكي رولز أوف 5 الموليكولر ويت عالية، يعني إذا بدي أحكي المركب كان بي تيكن أورالي، يس كان بي تيكن أورالي فور لوكال إنفكشنز، لكن إذا بدي أعطي فور سيستميك إنفكشن this compound is orally inactive، يعني لازم ينعطى بهاي الحالة injection. فبالتالي ال vancomycin can be taken orally for local effect in GIT خاصة against Clostridium difficile، ويعطى systemic effect for systemic effect بينعطى injection، لأنه إحنا بنحكي عن مركب المولكيولر ويت إله عالية. طيب لو إجينا على المركب هذا لما بنيجي نحكي على العمل تبعه كيف الميكانيزم of action، كيف مركب زي هيك بده يمنع تكوين اللي هو السلوى؟ نرجع للبيلدينج بلوكس تبعات السلوال. السلوال قلنا مكون من ناموناك اللي هم الشوغرز الموجودين عندي، هدول بيمثلوا لي الفايف امينو اسيدز اللي بيصير بعديها عندي ما بين اللايسين وما بين دي الانين موجود عندي بوحده بيلدينج بلوك ثانيه. هو فعليا بدك تفكر فيه بهذا الحجم الكبير انه بده يجي يعمل زي شيلدنج، يعني هو بالنهايه زي كفر، يعني بيجي على وين اي من اي جهه، هو بيجي بيشتغل من جهه الدي الانين دي الانين، فبيجي بيرتبط فيه وبيغطي عليه. هسا احنا بنعرف عشان تصير عمليه اللي هو الكروس لينكينج بده يصير في عندي الترانسبيبتايديشن، يصير في عندي الانتر اكشن هذا عن طريق اللي هو البنتاجلايسين. فاذا انا عملت الشيلدنج هذا يعني انا منعت الافكت انه يجي الترانسبيبتايديز على الدي الانين اللي بده يعمل بكروس لينكينج عليه، فبهاي الحالة منعت التكوين للسيل وول بهاي الطريقة. عادة الفانكومايسن لما بيشتغل بيشتغل as dimer، يعني بيجي عندي وحدة فانكومايسن ووحدة تانية بيصير زي كيف stabilization، يعني انه وحدة بترتبط من جهة وحدة بترتبط مع building block تانية، بيكون في عنا interactions بيناتهم وalready انا عملت shielding ل اللي هو الدي الانين دي الانين، وبالتالي حدوث الكروس لينكينج انا وقفته، فبالتالي بنوقف عمليه اللي هو السيل وول سينثيسيس. فبالتالي هو شيلد حجمه كبير، فبالتالي راح يعمل ستريك شيلدنج بريفنت الكروس لينكينج. عاده لما بيشتغل في مجال يتكون على شكل دايمر، وهذا الدايمر بيكون ستيبل. ليش؟ لانه حيكون في عندي انتر اكشنز ما بين وحدتين تنتين فانكومايسن مع بعضهم البعض. لو اجينا اطلعنا هسا على مستوى الارتباط كيف بيعمل الانتر اكشنز، احنا حكينا هذا المركب اللي انت شايفه مثلناه بالصوره انه هو بيجي زي يعني غطى بيغطي على التيل تبع البنتا بيبتايد واللي هو جزئيه المهمه اللي بيصير فيها الكروس لينكينج دائما جهه الدي الانين دي الانين. هو فعليا هذا الاشي ليش؟ لانه في كومبلمنتاريتي، في انتر اكشنز قاعده بتصير ما بين الدي الانين دي الانين وما بين الفانكومايسن، فبالتالي لاحظ الانتر اكشنز. لو بدي اجي اطلع على الانتر اكشنز لاحظ في افينيتي عاليه، مركبي قاعد بيعمل ديفرنت انتر اكشنز وذ ذا تيل. طبعا بنبلش من عند اللايسين دي الانين دي الانين. انا بالنسبه الي هذا المركب الكبير طلع اذا اجى وعمل هذا الشيلدنج حول هاي المنطقه، فبالتالي كاني انا منعت انه يجري ترانسبيبتايديز ويعمل اتاك على هاي الكربون. اذا بترجع على الميكانيزم كيف بتصير، طيب لو اطلعنا على نوع الانتر اكشنز وات تايب اوف انتر اكشنز وي كان سي هير، هدول الفايف تايبس اوف انتر اكشنز. ايش هم الفايف تايبس اوف انتر اكشنز؟ في هيدروجين بوندنج، طيب هيدروجين بوندنج اوكي، ايونيك انتر اكشن، هاي هدول شوي هاي السالبه، لا لا ايونيك انتر اكشن لانه هاي سالب ما في كمان ان مرتبطه فيها، في هيدروجين بوندنج يعني ما اللي هو كلهم ايش تقريبا كلهم ايش هيدروجين بوندنج كل هيدروجين بوندنج. هون طبعا بقدر اقول بهدول الجزئيه لما بيكون عندي نيجاتيف شارج مع الهيدروجين اللي هي ايون دايبول انتر اكشن، واللي هي فعليا نفس الفكره بتصفي انه عندك هيدروجين مرتبطه بالكترونيجاتيف اتوم وبالتالي هاي دونر، واكسجين عليها نيجاتيف شارج اكسبتر، وبالتالي وي هاف 5
hydrogen bonding. لكن هون بدي تركز على جزئية مهمة عشان نشوف later on resistance ليش بيصير. إن إذا بتطلع على المركب الفانكومايسن، الفانكومايسن بسبب وجود هاي الأمايد لينكج الكتير اللي موجودة فيه، فعلياً الـ NH هو بيكون as hydrogen bond donor، ما عدا بجزئية واحدة اللي هي البيبتايد اللي موجودة هنا next to this cycle، يعني لو جيتها من عند اليسار لما بيكون في عندي اللي هي الفينول واللي هو الداي هيدروكسي فينيل، هدول التو رينكس الموجودين A B، طبعا هون مسمينهم A B C D E. لاحظ في عندي 5 aromatic rings، بنزين رينج مرتبطين بأكسجين، فبالتالي هاي الجزئية بالذات هون الان اتش بتكون بعيدة عن مكان انها تعمل ارتباط زي الان اتش الثانيات، لكن هو بيساهم عن طريق الكربونيل وبيعمل هيدروجين بوندينج. فبالنسبة إلي الدي ألانين، دي ألانين all the time will act as hydrogen bond acceptor except for this NH اللي هي الأمينو أسيد، أو اللي هو من جهة الكاربوكسي تيرمينال we are talking about the first amino acid. فالNH هو فعليا رح يكون hydrogen bond donor. فهي بدنا ننتبه لها لأنه هاي الجزئية مهمة لما نجي نحكي على الارتباط، وهي يعتبر essential interaction. رح يفرق كتير معي الaffinity if I lose this interaction. طبعا كلهم مهمين الانتراكشنز، بس هاي بالذات اذا راحت رح يفقد الافينيتي بشكل كتير كبير المركب تبعنا، وبالتالي يبطل يشتغل الفانكومايسن ويصير في له ريزيستنس. نيجي نطلع هسه على الديمرز. هون طبعا فور سمبليفيكيشن حطينا السايكلز او السايد تشينز على شكل ار جروبس اللي هم نفس اللي شفناهم قبل شوي، وهي عندك اللي هو الهيبتابيبتايد. فاحنا قلنا فعليا رح يكون يشتغل از اللي هو ديمر، يعني وحده مع وحده ثانيه بكونوا رابطين وعاملين ستيبل انتراكشنز. الانتراكشنز هم هيدروجين بوندينج، وكل وحده من الفانكومايسن اوريدي عامله شيلدينج على تيل لبيلدينج بلوك معينه، وبتيجي بتعمل معاها الانتراكشن، وبالتالي في عندي الانتراكشنز. فلاحظ عندي فعليا هاي اللي حكينا عنها مهمه بالنسبه لنا، رح يكون هيدروجين بوند اكسبتر من جهة الفانكومايسن ودونر من جهة الدي ألانين. دي ألانين نفس الفكرة موجودة عندي هون، هاي هي الدونر وهاي عندي بالنسبة لنا اللي هي الاكسبتر. وفعليا بسبب اللي هي الـ 3D structure اجبر انه يكون الـ structure بهذا الشكل، فبالتالي رح يساهم as acceptor instead of donor مقارنة بكل الجزئيات الثانية الموجودة بالفانكومايسن. فبالتالي رح يصير في شيلدينج، وبالتالي سبب هذا الهيوج كومباوند يبطل في عندي كروس لينكينج، وبالتالي نو سينثيسيس اوف سيل وول. دكتورة بس بدي اسال سؤال، هسه الشيلدينج اللي بتعمله الفانكومايسن هو اللي بيكون يعني هي بالاساس هي بتمنع انه يفك اخر شيء الدي ال عن الدي ال، صح؟ لا هي مش الكروس لينكينج. لا هو حتى يصير كروس لينكينج شو كان يصير يا ياسمين اذا بتتذكري؟ كنا نفقد اخر دي ال، اخر دي الانين موجوده بعدين يصير في كروس لينكينج. بس مين اللي بيعمل هاي الشغله هاي اصلا؟ اي انزيم؟ الترانس بيبتايدز. ففعليا الترانس بيبتايدز هل رح يجي يقدر يعمل اتاك على هاي الكربون هون هسه؟ لا ما رح يقدر يجي يعمل عليها، وبالتالي فكره اني مش كنا نحولها لاستر وبعديها بتكون هذا الاستر سريع بصير له هيدروليسيز وبيعطيني بالنهايه بصير الكروس لينكينج، بس يجي البنتا جلايسين. فاوريدي انت كانك منعتي بشكل غير مباشر الترانس بيبتايدز انه يشتغل، بس انت ما اشتغلتي على الانزيم نفسه. انت شو عملتي؟ انت عملتي ستيريك افكت حوالين المكان اللي بده يجي الانزيم يرتبط فيه، يعني هون هيك بيجي الفانكومايسن. تخيل الفانكومايسن هيو عامل هذا الشيلدينج، وبالتالي لو بيجي ترانس بيبتايدز يعمل اتاك رح يلاقي قدامه حيط تسكر عليه، وبالتالي ما رح يقدر يعمل هذا الشيء. فاذا ما عمل هذا الشيء ما رح يصير الكروس لينكينج. فانت فعليا اذا بقدر احكي، هل الفانكومايسن كان له دور بالانهيبيشن للترانس بيبتايدز؟ هو اندايركتلي، بس هل الفانكومايسن بيروح بيرتبط على الترانس بيبتايدز بيعمل له؟ لا ابدا ما بيعمل له. اوكي هاي الفكره هون. اوكي تمام دكتور. طيب في عنا طبعا بالفانكومايسن كمان صار في ريزيستنس، يعني هو بلجأوا له كحاله نهائيه كانوا، بس بالرغم من ذلك صار في عندي ريزيستنس للفانكومايسن بسموها الفي ار اس اي، يعني هاي معلومات بتاخذوها ليتر اون باي مساق ثاني.
الريزيستنس ممكن طبعا يصير انواع كثيره، انا اللي بيهمني بدنا الشيء اللي له علاقه بتفسيره بالستركشر. الفكره هون انه يصير ميوتيشن بالبكتيريا اللي هو البنتا بيبتايد، بحيث انه الدي الانين تتبدل بلاكتيت. فبناء عليها يعني لو نطلع، هاي عندي السيل وول بيلدينج بلوك زي ما حكينا، بيكون في عندي تو شوغرز رابطين ب 5 امينو اسيدز، اخر ثلاثه لايسين دي الانين دي الانين. احنا دائما بهمني اخر جزئيه بمركبي اللي هو الدي لايسين دي الانين، سوري دي الانين، وهاي اكثر جزئيه انا بتهمنا اللي هو الترانسبيبتايدز اللي بيجي بيشتغل عليها، بيحول بتصير بيطلع واحد من الدي الانين ويجت استر، بعدين بيجي الجلايسين بيعمل اتاك وبالتالي بيصير الكروس لينكينج. هسا اذا صار هذا الاشي وصار هذا الميوتيشن فعليا لللاكتيت، لو اجينا على البكتيريا بالبداية نحكي، هل هذا الميوتيشن رح يخلي البكتيريا ما تقدر تعمل سيل وول وما تقدر تعمل كروس لينكينج برأيكم بالبداية؟ غير ياسمين، بدي ناس ثانيين. أمل إبراهيم، شو رأيك يا أمل؟ معك دكتورة. شو رأيك يا أمل؟ أنا شايف إنه بقدر يعمل الكروس لينكينج. ليش يا أمل؟ دكتورة ما بعرف أفسر الصراحة يعني. طيب أوكي شكرا. طيب آية القضاء، شو رأيك يا آية القضاء؟ معك دكتورة. طيب شو رأيك يا آية؟ زميلتك قالت إنه يعني البكتيريا لو صار فيها هذا الميوتيشن من دي الانين للاكتيت ستيل بتقدر تعمل سيل وول تعمل له سينثيسيس، برايك بتوافقيها ولا بتعكسيها؟ مش عارفه صراحه. لو فكرتي فيها برايك هل الترانسبيبتايدز انزيم لسه بيقدر يشتغل؟ ايش الترانسبيبتايدز، هل بيقدر يشتغل لسه ويعمل الكروس لينكينج برايك؟ نعم ام لا بدون ما Yes or no؟ بتوقع لا. طيب بتوقع لا. أوكي يا سميرة شو رأيك هسا؟ بتوقع آية دكتورة لأنها كونت رابطة إستر، رابطة الإستر هاي أكثر قابلية لأنها تتكسر. أوكي يعني هسا فعليا هذا الميوتيشن اللي عملته البكتيريا إنها بدل ما تستخدم عندي اللي هو الألانين استخدمت اللاكتيت. الفرق كان isosteric replacement of this NH by O ending up instead of having peptide bond here we have ester. فإذا بدي أفكر أنا الترانسبيبتايدز كيف بيشتغل، ارجعوا اتذكروا وهذا اللي هو جزئية من الكويز المفروض إنه يوم السبت قلنا. السيرين قلنا كان بيجي بيعمل اتاك على البيبتايد بوند، تطلع الدي ألانين بيعمل ester linkage وبالتالي later on بيجي الجلايسين بيعمل عليها اتاك وبياخده وبيشتغل الترانسبيبتايدز. فالفكرة نفس الاشي، هون لسه كمان العملية راح تصير أسرع وبطلع عندي هاي الجزئية. اللاكتيت حكينا إنه الكاربوكسيليك أسيد in the C terminal of pentapeptide making ionic interaction inside the transpeptidase. So still we have this ionic interaction. وبالتالي this mutation will not affect the ability of the bacteria to cross-link and form the peptidoglycan اللي هي السيل وول. لكن شو بنعكس عندي هسا على العمل تبع مثلا لو اجينا نحكي هل رح يكون لها تاثير على البيتا لاكتام هدول؟ هذا الميوتيشن برايك هل رح ياثر على البيتا لاكتام انتي بايوتكس بشكل عام؟ شو رايك يا رهف اللحام، دخلتي على المحاضره؟ رهف اللحام دخلتي على المحاضره؟ رهف اللي ثلاث مرات عامله هاي، دخلتي يا رهف؟ طيب نيجي على سنار الرجدان، شو رأيك يا سنار؟ صراحة مش عارفة دكتورة. طيب نيجي على محمود، يا محمود قويدر شو رأيك يا محمود؟ محمود معانا؟ محمود قويدر طيب رواند الصباحين معنا؟ دكتوري معي. طيب شو رأيك يا رواند؟ هل هذا الميوتيشن رح يأثر على الترانسبيبتايدز؟ سوري على ال رح يأثر على البيتا لاكتام؟ البيتا لاكتاميز. لا مش على البيتا لاكتاميز، على البيتا لاكتام.
يعني إذا كان عندك بنسلين إذا صار هذا الميوتيشن رح يأثر عليه عشغله؟ لا دكتورة ما أعتقد. لا ما رح يأثر. ليش ما رح يأثر يا روان برأيك؟ طيب يعني مش عارفه بالضبط دكتور. ياسمين اوكي شكرا ياسمين. ده دكتوره لانه كل البيت والكتاب بيشتغلوا على الترانسبيبتايدز ما لهم دخل بالامينو اسيدز ما لهم دخل يعني سواء كان هون في دي الانين ولا في لاكتات ما له علاقه البيت والكتاب. لكن هل الفانكومايسين رح يتاثر يا ياسمين؟ اكيد دكتور اه بسبب الاسينشال بوند ما رح تصير وبالتالي بهاي الحاله شو رح يصير عندنا البايندينج افينيتي شو حيصير فيها؟ رح تقل وبالتالي هون ببلش يصير في عندي اللي هو الريزيستنس. اذا قلت الافينيتي معناها رح ياثر على الاكتيفيتي للمركب. فبالتالي this mutation mainly will affect the binding of vancomycin. الفانكومايسن acts through binding to D-alanine tail through 5 hydrogen bond. One of them the vancomycin will act as hydrogen bond acceptor وهي اللي حكيناها قبل شوية and D-alanine will be hydrogen bond donor. So NH can act as hydrogen bond donor. The oxygen cannot act as hydrogen bond donor. وبهاي الحالة ما رح يصير عندي هاي الهيدروجين بوند اللي حكينا تعتبر أساسية ومهمة. بهاي الحالة بتقلل الأفينيتي. وكمان إذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار إنه السي دبل بوند أو بالفراغ قريبة من ذيس أوكسجين الريبولشن كمان إله دور وبالتالي رح يأثر بشكل عام على الارتباط. فبهاي الحالة لس أفينيتي هون ببلش يصير في عندي الريزيستنس أجينست الفانكومايسن. المركب زي ما حكينا أورالي إنأكتيف. If we want to use, we will use for يعني local GI infections. وأكثر شيء بيستخدموه بالجأوره طبعا الفانكومايسن بال يعني مراحل أخيرة في حالة حدوث اللي هو الكلوستريديوم ديفيسل. هي جزء من النورمال فلورا اللي موجودة عندنا بالجسم. لكن المشكلة إذا صار في عندي disturbance بالنورمال فلورا هذه تعتبر opportunistic انتهازية بتستغل الفرصة. وبالتالي بيصير في عندي infection بالجي اي تي. فالفانكومايسن يعتبر اكتف عليها ولكن من كثر الاستخدام احيانا ممكن يصير later on resistance. لكن هو كان من احسن الانتيبيوتيك اللي بيشتغل على هاي النوع من انواع البكتيريا. نيجي على المركب الموجود عندي هنا واللي هو نفس الفكره اللي موجوده عندي بالفانكومايسن. لو نطلع على الستركشر له خلينا نطلع على الأشياء الرئيسية اللي موجودة فيها. لما أطلع على هذا الستركشر بدي أصنفه من مجموعات اللي هو الفانكومايسن واللي قبل شوي صنفناه إيش لو أجينا حكينا هو derivative of what. كرم الزعبي شو رأيك يا كرم؟ كرم الزعبي معنا؟ معك دكتورة معك. شو رأيك يا كرم؟ هذا اللي بدي أقول عنه derivative شو يعتبر؟ صراحة طب شو حكينا قبل شوي على الفانكومايسن يا كرم؟ الستركشر من إيش مكون؟ إيه ما بعرف صراحة دكتور. طيب ما بتعرفه يعني إلى ساعة بنحكي والأخير بيقول لي ما بعرف. أوكي طيب شذا المناعي شذا شذا المناعي. طيب تالا ست ابوها دكتورة الو يا شذا شو رأيك هذا الديريفاتيف لو بدي اجي اسمي المركب هذا ينتمي لأي مجموعة؟ شوي بقطع صوتك. ينتمي لأي مجموعة هذا الدرج كستركشر؟ كستركشر لايش ينتمي لأي مجموعة؟ يا سميرة الفانكومايسن. اوكي ماشي بس بصير السؤال مرة ثانية. انا ما هون بقول لك لو هذا الستركشر شفتيه استني شوي يا سميرة لو هذا الستركشر شفتيه قدامك بالامتحان وقلت لك هذا كستركشر كديريفاتيف الستركشر ايش المجموعة اللي بقدر اطلقه عليها غير مجموعة انه هو فانكومايسن عشان اميزه later on عن اي مركب اخر. يا سميرة شو رأيك؟ طيب يا دكتورة
هو glycopeptide. فإذا بدي أجي أحكي this is a glycopeptide derivative. A glycopeptide consists from amino acids attached together through peptide bonds. We have the backbone hepta, 7 amino acids. These amino acids are unusual amino acids, مش من الأمينو أسيدز اللي إحنا بنعرفهم. And these amino acids bound through side chains, making or giving the compound rigidity. So we have macrocycle here, we have macrocycle here, we have macrocycle here, macrocycle here. We have 4 macrocycles. And it's glycopeptide because the compound at the end, the amino acid attached to sugar, is through a glycosidic bond. So في عندي 3 sugar units موجودين بهذا المركب. في عندي 7 amino acids. We have 3 sugars. وفي عندنا الامينو اسيدز unusual رابطات مع بعضهم البعض فاعطت certain structure لهذا المركب. بالاضافه الى ذلك الفرق يا سميره لو سمحتي هلا بالامتحان لازم نعد 7 امينو اسيد ولا خلص هيك الشكل العام له انه مكون من جلوكوز كثير ومكون من بلكي كثير والله لازم يعني لازم تميز الاستراكشر لما بيجيكي رح يجينا مركبات تانية يعني تعتبر بلكي فأنا لازم أصير أقدر أميز إنه هذا ينتمي يعني أنا بالنهاية ما رح أشوف الفانكومايسن قدامي مكتوب بالامتحان فلازم أتليست أقدر أميز إنه هذا الاستراكشر ينتمي لمجموعة الجلايكوبيبتايد واللي من ضمنها اللي هو الفانكومايسن ليتر أون رح يروح على الماكرولايتس الماكروسايكلز فأنا لازم أميزها أمينو جلايكوسايتس يعني في صفة عامة بس أطلع عليها بدي أشوفها يعني إني أحفظ الستركشر إكزاكلي ما رح أحفظه لكن أنا بقدر بس أطلع على الستركشر إني أقدر أميز إيش هو فهذا الستركشر مرسوم إلي بهذا الشكل يعني ممكن أفرض أنا قلب يعني بالامتحان قلبت لك إياه بتبطل تعرف تميزه يعني فالمفروض بهذا الشكل تميزه هو بالنهاية كلهم هبتابيبتايد أنا أصدق لازم أكون 7 يعني إذا ممكن تحط لنا 5 أو 6 هيك أنا قصدي ممكن الأمينو بس عدي بدون ما تعدي أمينو أسيدز عدي بيبتايد بونز عدي كم وحدة بيبتايد بوند هون رح تلاقي إنه في عندك 6 فبناء عليها رح يكون عدد الأمينو أسيدز المكونة إلهم اللي هم 7 فأنا بعرف إني أنا عندي المركب 7 أمينو أسيدز يعني بكل بساطة سهلة جدا يعني فبالتالي هو غلايكوبيبتايد الفرق هسا عن الفانكومايسن إنه we have this tail here هذا التيل فعلياً شو راح يأثر على الفيزيكوكيميكال بروبرتيز إلهم إنه أنا بحكي على هيدروفوبيك فأنا يعني هون قاعدة بزيد الهيدروفوبيسيتي للمولكيول Still this compound has high molecular weight cannot be taken orally for systemic infection but can be taken orally for local infection if I want to take it for systemic infection I need to give as injection فبالتالي بنفس الفكرة الموجودة بالفانكومايسن الفرق عن الفانكومايسن إنه هذا المركب فعلياً هو نفس الفكرة قاعد بعمل ارتباط مع الدي ألانين دي ألانين وبالتالي بعمل شيلدينج بمنع حدوث الكروس لينكينج إنه يصير هون مش بحاجة إنه يعمل ديمر لأنه أوريدي هاي التيل اللي شفناها قبل شوية تعمل زي أنكر يعني هاي التيل اللي شفتوها قبل شوي هاي اللي حكيت عنها هذه بالعادة بتروح باتجاه السيل ممبرين وترتبط فيه هون فهو بتثبت المركب يعني هي زي كيف داعمة له فالمركب يعامل interaction with D-alanine tail وهذا التيل تبعها هو يعتبر anchor بثبتها بمكانها فهنا ما في داعي حتى للديمر لكن بسبب الحجم هذا والشيلدينج اللي بيعمله أنا هون منعت حدوث الكروس لينكينج وبالتالي بهاي الحالة منعت تكوين السيل وول المركب اللي موجود هنا كمان لو نيجي نطلع عليه رح تلاقي إنه هو glycopeptide consists of amino acids, unusual amino acids. A side chain of these amino acids زي يعني interacting with each other making macrocycles. هنا في عندك المacrocycles 3 giving rigidity for the compound. We have 3 sugars. يعني sugars أماكنها أحيانا بتكون مختلفة. لكن بالنهاية هاي في عندي sugar والأمينو sugars موجودين رابطين عن طريق glycosidic bonds موجودة فيهم وهذا المركب بنفس الطريقة بيشتغل نفس فكرة الفانكومايسن هذا المركب semi-synthetic يعني دوك كلهم المركبات مأخوذين من النيتشر هذا semi-synthetic
بنفس الطريقة كمان في عندي اللي هو الهيبتابيبتايد باكبون unusual amino acids. في عندي 3 microcycles عاملين عاطين المركب رجدتي. We have sugars ورابطين هنا اللي هو biphenyltel بنفس الفكرة اللي شفناها بالتالي هناك إنها بتعمل anchoring للcompound بالcell membrane. وهذا الcompound لسه حتى الactivity إله أعلى من الvancomycin وهو semi-synthetic ضافوا الbiphenyl system. آية سميرة بركرة في sugar تحت مش موجودة هون. يعني هو بالعادي يعني الشوغرز ممكن يكون زي ما حكيت لكم أماكنها مختلفة يعني من هاي الجهة اليسار أماكنها مختلفة ممكن يكون رابط عندها الهايدروفوبيك تيل. الفانكومايسن ما كان في هذا التيل هون التيل مش إشي عادي الكل هو لا بايفينل وبالتالي هذا بثبت المركب عندي بالسيل ممبرين بنفس الطريقة اللي شفناها قبل شوية. هذا المركب نفس الإشي كمان سيمي سينثيتيك فبنفس الفكرة هاي إذا بدي أجي أدور على الباك بون تبعه بدي أدور وين في بيبتايد بونز فهاي عندي الباك بون اللي هو البيبتايد باك بون في عندي السايد شينز رابطات مع بعضهم البعض وفي عندي ماكرو سايكلز هايهم ثلاثة حجمهم كبير عاطين رجدتي للستركشر. في عندي هون مثلا تو شوغرز هذا الشوغر كمان نفس الشيء عاملين فيه تيل تو أنكر ذا كومبون عشان يعطي دعامة للمركب وهنا فيه كمان الزيادة حاطين اللي هي فوسفات ممكن عشان أنا أحسن مثلاً water solubility بالزيادة كمان وبالتالي هذا المركب يعني ممكن يستخدموه عشان vancomycin resistant strains. هدول طبعاً semi-synthetic compounds يعني إنهم بلشوا مش بس يعتمدوا على المركب الجاي من النيتشر لا ممكن أعمل semi-synthesis عشان أحصل إشي أحسن في حال حدوث الريزيستانس للvancomycin واللي يستخدم يعني كخط دفاع أخير بيستخدموه لكن في أمراض أحياناً بتضطر الواحد إنه ينعطى فيها الفانكومايسن يعني مش إشي بتلاقيه بالصيدلية ولا نزلت لوز الواحد لأ باخد فانكومايسن لا هو يستخدم لحالات معينة وبعادة بالمستشفيات يستخدم الفانكومايسن. أوكي هاي بالنسبة للسيل وول سينثيسيز إنهيبيتورز في حدا عنده أي سؤال عليهم قبل ما نروح على جزئية جديدة من الرصاص؟ يا حمزة بالنسبة للفانكومايسن مثل هذا حكيت قبل شوي انه هو جاي من الطبيعة من وين اكتشفوه؟ اتوقع هو سويل بكتيريا اتوقع زي السفارسبورم يعني ممكن يعني دكتورة تمام يعني جاوبكم هذا الجواب احسن مني يعني وين بالضبط السبيشيز اللي بأخوذ منها يعني بس مركبات زي هيك معقدة يعني لو تيجي تحكي على السنتسيز إلها يعني ما رح يكون سنتسيز سهل فيعني صعب تلاقي مركب مكتشفينه كأنتي بكتيريال سينثيتيك وبيكون بهالتعقيد هذا يعني في بعض المركبات السينثيتيك الجديد غير الكوينولونز مثلا في اللينزوليد كلهم مركبات تلاقيها فيها سيمبل ستركشر يعني لكن مركبات زي هيك فيها بيبتايد فيها شوغرز فيها انيوجوال امينو اسيدز هذول مركبات بالعاده بيكونوا يعني بايو سينثيسايزد ماخوذين من سبيشيز من النيتشر. هون لما باجي بحكي سيمي سينثيتيك يعني انا فعليا بكون ماخذ الكور ومعدل عليه يعني مش مصنعيته يعني ما بخلي مثلا الفنجاي او البكتيريا تصنع لي اياه وبعديها باجي انا بعمل سيمي سينثيسيس بعمل بعض الاضافات عليه فهنا بالنسبه لي هاي الاضافات سهله بس انك تصنع الكور هذا مش إشي سهل يعني فعليا تربطه بهذا الشكل بدك لو سمحتي هلا الكويز من السلم داخل ولا لعند بس للبتلكتاميز مش داخل بيتلكتاميز انهيبيترز مش داخله لا بس البنسلمس يعني الانترودكشن واللي عدناها اليوم اوريدي حكينا عنها انه شو هو البيبتيدوغلايكان هاي رجعنا تذكرناه مع بعض اليوم والبنسلمس اللي كنا نحكي عنه اورالي اكتيف اورالي ان اكتيف هل هو ريزيستنت ولا مش ريزيستنت هل هو برود سبيكترم ولا لا يعني هدول الفيتشرز اللي كنا نطلعهم من خلال البيتلكتاميز انهيبيتر لا حكيت انا وراح انزل لكم اعلان فيه شكرا دكتوره طيب نيجي على مجموعة تانية اللي هي مجموعة الأمينو جلايكوسايتس واللي هنا رح ننتقل من السيل وول سينثيسيس انهيبيترز انتو انهيبيترز اوف بروتين سينثيسيس رح نحكي فيها عن البروتين سينثيسيس والانهيبيشن اوف بروتين سينثيسيس. طيب هاي الأشياء المفروض المعلومات الانترودكشن مر عليكم قبل هيك فمين
يحكي لي عن اللي هو البروتين سينثيسز، الرسم الموجودة قدامنا واللي أخذتوها المفروض بمساقات تانية. البروتين سينثيسز لو بدي أجي أحكي عنه بشكل مختصر بدون ما أدخل بتفاصيله. آه يا سميرة تفضلي. الشريط بكون الـ mRNA بكون على كودونات، في بنحط بالرايبوسوم tRNA بروح بجيب الكودونات عشان مكملة لإلها وبركبها على بعض، بحطها في بعطيها للرايبوسوم بركبها على بعض واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، بنتقل من زي غرفة لغرفة هيك، ناس إيش اسمها بالضبط. بعدين بكون سايت كامل، بكون سايد شين كامل، بكون أمينو أسيد كامل، أمينو أسيد أمينو أسيد أمينو أسيد، بعدين بكون بروتين بفتايد بعدين بروتين. ماشي يا سمير شكرا. طيب بشكل مختصر، عادة البروتين أو البيبتايد سينثيسيس بيصير عندي باللي هو الرايبوسوم واللي هو أورجانيل موجود عندي بالسيتوبلازم. هذا الرايبوسوم بالعادة بيعمل ترانزليشن، بقرأ المسنجر RNA. المسنجر RNA اللي هو عبارة عن مكون من نيكليوتايدز، كل 3 نيكليوتايدز بيمثلوا لي كودون. هذا الكودون بيكون يعني ممثل لسيرتين أمينو أسيد بدنا نستخدمه. عادة لما بيجي المسنجر RNA ببلش عندي الرايبوسوم زي يمشي عليه ويعمل له ترانزليشن، في عندي ما يسمى بالترانسفير RNA واللي بيكون عادة كل واحد فيها رابط بسيرتين أمينو أسيد. بيجي الترانسفير RNA بدخل الرايبوسوم، في أكثر من سايت بتحرك فيه، سايت A بدخل، سايت B اللي بكواتي الأمينو أسيد، بعدين الـ E وبغادر عندي اللي هو الرايبوسوم. فبالتالي طبعا هو بيكون عنده الأنتيكودون اللي هو المعاكس له، وبتكون عندي اللي هو البيبتايد. فبالتالي هي الرايبوسوم هو المكان اللي بيصير فيه البروتين سينثيسيس. فهنا بحكي على أي بروتين موجود بالخلية، سواء له علاقة بالهيكل، له علاقة بسيرتين اكتيفيتي، بالإنزيمز، كلها بتصير بالرايبوسومز. الفكرة هون في الانهيبيترز إنه إحنا we will inhibit this process، بدي أأثر على هذا البروسيس بأي شكل من الأشكال، وبالتالي أمنع تكوين هذا البروتين عندي اللي ممكن يكون مهم أساسي، أو ممكن يكون بروتين ما يكون effective يؤدي إلى أنه يأثر على نمو هاي البكتيريا، يكون bactericidal, bacteriostatic، وبالتالي أنا بحكي على inhibition للبروسيس هذا اللي بيصير عندي في داخل الرايبوسوم. لو جينا هسا على الرايبوسوم، زي ما شفنا إحنا فعلياً الرايبوسوم لما يجي يعني يمشي على المسنجر RNA ويقرأه، هو مكون من وحدتين. بشكل عام هو مكون من ما يسمى بالرايبوزال RNA بالإضافة إلى بروتينات. عادة بيكون فيه بالبروكاريوتيك سيلز وباليوكاريوتكس، التنين بيكون فيهم 2 يونتس، لكن الاختلاف بهدول اليونتس بحيث إنه السب يونتس الموجودين بالبروكاريوتيك هي 50S و30S، إيوكاريوتيك 60S و40S. لما بتكون عندي الرايبوسوم الأسمبلد 1 هون بيكون 70S وهون بيكون بالمقابل 80S. طيب بناء على هاي المعلومات لما بدي أجي أحكي، دائما حكينا إذا بدي أحكي على أي أنتي بكتيريال إيجنت I should look to the selective toxicity. هاي أهم جزئية بالنسبة إلنا، إنه كيف أنا بقول عنه إنه هو selectively toxic على البكتيريا مش على الهيومن، لازم يكون في سبب. من وين رح تكون السيلكتيف توكسيتي جاية؟ بالمركبات اللي بتشتغل على البروتين سينثيسيس، لأنها بالنهاية رح تشتغل على الرايبوسوم، على إشي إله علاقة بهاي البروسيس اللي بيصير في داخل الرايبوسوم. آه يا حمزة، اللي هو يعني الظاهر اختلاف رايبوسوم، الرايبوسوم تبع جسم الإنسان مختلف عن تبع البكتيريا، فالدواء يعني ما رح يتوافق مع رايبوسوم الإنسان اللي هو السب يونتس. يعني هو إحنا بالنهاية لما نحكي لما يحكي رايبوز يعني رايبوسوم الـ RNA اللي هو رايبونيوكليك أسيد، يعني بالنهاية الوحدات المعروفين بالنسبة إلنا، لكن فعلياً هي السب يونتس الموجودة. هون بتيجي السيلكتيف توكسيستي، لكن هذا لا يعني إنه مثلاً على الدوز العالية كتير إنه أبلش أشوف إفكت على يعني الإيوكاريوتيك سيلز. فهون السيلكتيف توكسيستي جاي من الـ difference in the subunits of ribosomes، يعني اختلاف الرايبوسوم نفسه ما بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك هو اللي بيؤدي الى انه يعطيني selective toxicity for these compounds. لكن ممكن احيانا على الهاي دوز ابلش اشوف افكت على الرايبوسومال اللي موجود مثلا بالهيومن بالماميليان سيلز.
فبالتالي selective toxicity coming from the difference in the structure يعني مش اليونت المكونة له السب يونت هدول 70S 80S 50 30 60 40 وبالتالي هدول الاختلاف بيؤدي الى انه يكون في عندي selective toxicity for compounds acting on protein synthesis. لو جينا طلعنا على اللي حكيناه هناك بنفس الطريقة هاي عندي الرايبوسوم المسنجر ار ان اي لو جد عند هون من ال5 برايم لل3 برايم هاي الجزئيات الرايبوسوم لما بده يجي يمشي على الار ان اي راح يجي عندي للترانسفير ار ان اي حامل الامينو اسيد يدخل على الاي سايت بنتقل بالبي سايت ببلش يتكون عندي ببتايد بوند ما بين الامينو اسيدز بعدين على الاي سايت وبيغادر فارغ مع حوش امينو اسيد هاي التفاصيل كمان بتاخذوها بمساقات تانية يعني بالتفاصيلها بس احنا بدنا بشكل عام نحكي عشان نفهم المبدأ عمل هدول البروتين سينثيسيس انهبيترز لو اجينا على الميكانيزم اوف اكشن وي هاف ديفرنت كلاسز اوف انتيبايوتكس انتيبكتيريال ايجنتس ذات اكت اون بروتين سينثيسيس لو اجينا اللي موجودين على اليمين عندك هدول كلياتهم بيشتغلوا عندي على اللي هو ال 50S بوريشن هون عندي بيشتغل على ال 30S فلو جينا على الكلورام فينيكول رح يرتبط بال 50S وبيمنع تكوين البيبتايد بوند الماكرولايتس بترتبط بال 50S وبتمنع الترانسلوكيشن والموفمنت للرايبوسوم along المسنجر ار ان اي يعني الرايبوسوم بده يتحرك وهو قاعد بقرا شريط الام ار ان اي هو بيمنع العمليه هاي الماكرولايتس التترا سايكلينز رح تأثر على الاتاتشمنت اللي هو تبع الترانسفير ار ان اي لحامل الامينو اسيدز وبالتالي انا هون منعت كاني اجيب الامينو اسيد الامينو جلايكوسايدز اللي رح نحكي عنها اليوم مين اللي بتشتغل على 30S وبتعمل مس ريدنج يعني بتعمل قراءه غلط يعني زي كيف المركب بيجي بيحط حاله هون وبالتالي بيصير المسنجر ار ان اي بالداخل ما رح ياخذ الوضعيه الصحيحه فلما بنقرأ ما بنقرأ صح لأنه كل ثلاثة نيوكليوتايد بيمثلوا لي 1 كودون فإذا صارت هاي الشغلة ممكن إنه بدل ما يقرأ الثلاثة الأساسيات يصير يقرأ تنتين مع واحدة جنبها فديفنتلي الأمينو أسيد اللي رح يطلع بالأنتي كودون بالترانسفير ار ان اي مختلف فبهاي الحالة بيطلع عندي بروتين ممكن يكون نون افكتيف رح نحكي عنه ليتر اون فبالتالي بشكل عام أي جزئية من عملية البروتين سينثيسز عملها إنهيبيشن أنا هنا عملت إنهيبيشن للبروتين سينثيسز وبالتالي كان في تأثير على البكتيريا نيجي على أول مجموعة منهم اللي هي الأمينو جلايكوسايتس الأمينو جلايكوسايتس أو منسميها الأمينو سايكليتول أمينو سايكليتول نسبة إلى السايكليتول اللي هي الوحدة الرئيسية اللي رح تكون موجودة عندي بالمركبات هدول في عندي السايكليتول أمينو يعني معناها رح يكون في عندي أمين السايكليتول زي الإنسيتول هو عبارة عن سايكلو ألكين إذا بدي أجي أطلع على الستركشر وأصنفه هو سايكلو ألكين هون بنشوف إحنا السايكلو هكسين بس هذا الكومباوند بتميز إنه هو بولي أول يعني موجود فيه ماني شوغرز سوري ماني أو أتش جروبس فبالتالي هو بولي أول فيه ماني ألكوهوليك جروب بالإضافة إلى ذلك بصنفه على أساس إنه هو سايكلو ألكين وبالتالي بولي أول أند سايكلو ألكين هذا هو السايكليتول وممكن طبعاً أرسمه بهذا الشكل أو ممكن أرسمه بتشير كونفورمر لما نحكي أمينو جلايكوسايتس الأمينو جلايكوسايتس الوحدة الرئيسية فيها هي الأمينو سايكليتول يعني أنا بدلت بعض الـ OH الموجودين هنا بـ NH فصار عندي أمينو سايكليتول فستيل لو بدي أجي أنا أصنفه هو سايكلو ألكين في عندي أول بولي أول بالإضافة إلى ذلك وجود أمينو فبهاي الحالة بيصير أمينو سايكليتول الوحدات الرئيسية لما نيجي نحكي على الـ 1-3 داي أمينو إنسيتول ممكن يكون عندي ستريبتامين ممكن يكون 2 دي أوكسي ستريبتامين وممكن يكون سبيكتينامين خلينا نطلع على كل واحدة فيهم لأنه هاي هي الوحدة الرئيسية اللي لازم تصير تميزها بالستركشر of aminoglycosides يعني هلساتنا أنا هون بحكي على الأمينو cyclitols بحكي على الأمينو انسيتول اللي هو building block for aminoglycosides لسه ما وصلت للستركشر الكامل للglycosides فدايما أول ما تطلع على الستركشر of aminoglycosides you should look for
this moiety if it presents or not. يعني أنا قبل ما أحكم على مركبي active أو مش active بدي أطلع على هاي الوحدة موجودة ولا مش موجودة. فممكن تكون أي وحدة من هدول. شو اللي بيميزها؟ أول إشي بدي أشوف أنا cyclic structure cyclo alkane اللي هو cyclo hexane. بدي أشوف على number one و number three amino acids. باقي الجروبس هي OH. يعني باقي الجروبس اللي موجودة اللي هي من الأساس السايكليتول حكينا رح يكونوا OH. فهون بالنسبة إلنا هو الستريبتامين. أو ممكن يكون 2-deoxystriptamine. فبالتالي بدي أطلع في عندي سايكلوألكين سايكلوهكسين. في عندي أمين at position 1 and position 3. ما في OH بيناتهم. فبهاي الحالة deoxy يعني راحت الأكسجين اللي موجودة. ف2-deoxy لكن بالبقية موجود عندي الOH. السبكتينامين بنفس الطريقة أنا في عندي أمين جروب لكن الفرق هنا أني أنا عملت ميثيليشن فور ديس أمين جروب. هذا بيعطيني فكرة أنه بالأمينو جلايكوسايتس الميثيليشن أوكي يعني مش معناها مركب يصاب مش أكتف. فمعناها أنا بدي أشوف أمين جروب and this أمين جروب can be methylated. في عندي OH موجودة between them فبالتالي هو بنفس طريقة الستريبتامين لكن صار في ميثيليشن. باقي الكاربونز عليهم OH. هسا لاحظ من ناحية لو بدنا نيجي نحكي على ستيريو كيمستري. لو بدي أجي أسألك الأمين هاي رقم واحد مع الأمين رقم ثلاثة in the space نسبة لبعضهم البعض are they cis or trans؟ اللي بده يحكي يرفع إيده يا جماعة. cis or يا حمزة cis or trans؟ سيس. هم سيس مع بعضهم البعض. بنفس الشيء هون لو جينا طلعنا هل هم سيس ولا ترانس؟ الأمين جروبس مع بعضهم البعض هم سيس. لو جينا طلعنا هون كمان بيناتهم سيس. طيب شو الاختلاف اللي موجود؟ هون راحت الهيدروكسيل جروب فهي واحد من الاختلافات بين أول واحد وآخر واحد غير الميثيليشن. شو بتشوف في اختلاف يا سميرة؟ أول واحد الـ OH نازلة لتحت آخر واحد طالع لفوق. طيب إكواتوريالي لا إكواتوريال وأكسل. لابد نحكي من ناحية سيس وترانس نسبة للأمين هنا شو كانت علاقتها بالأمين هاي سيس أو ترانس؟ هاي ترانس. ترانس شو علاقتها بهاي؟ هذه برضو ترانس إيش طالع إيش نازل. بالتالي بس الستريبتامين الـ OH will be trans with amine at position 1 and trans with amine at position 3. شكرا يا سميرة. ياسمين سبكتينامين ال OH مع الأمين number 1 is it cis or trans يا ياسمين؟ دكتورة هسا هي axial فبدأ تكون trans صح؟ لا انت كيف حكمتي؟ هسا مش الان اتش بتكون اكواتوريال والاو اتش اكسيال. طيب اوكي مش هيك بكون ترانس؟ لا مش هيك يا ياسمين. مين عنده جواب لهذا الاشي؟ يا بر خلينا ناخذ حنين العبسي. حنين بعديها ديال دكتور. طيب ليش سيس يا براءة يا سوري حنين؟ بس لأنه الـ OH مع الـ NH التنتين بنفس الاتجاه عشان هاي يس اللي هي above مع above فهي سيس. طيب وبالنسبة لهدول التنتين مع بعضهم البعض برضو سيس وهاي كمان برضو سيس. إذن فبالتالي هون اختلفت عندي الستيريو كيمستري للـ OH الموجودة between two amines إنها فعلياً صارت عندي سيس هنا وسيس هنا بالمقابل كانت عندي ترانس هنا وترانس هون. طبعاً هون كيف حكمت ترانس؟ الـ NH2 above والـ OH below above وbelow فهي ترانس. شكراً يا حنين. أوكي فبالتالي هاي الوحدة الرئيسية اللي بدنا نطلع عليها في البداية أول إشي بدي أدور عليها بالستركشر. هسا لسه ما كملنا هدول الوحدات الرئيسية بدي أشوف هسا structure of aminoglycosides. هاي أمين واحد من الأمثلة على الأمينو جلايكوسايتس. عندك الرينكس لو جيت أنا بدي أعطيك رموز إلهم A
B C. أول جزئية بتطلع عليها قلنا اللي هو الأمينو سايكليتول. فيا دينا أو ديانا الجمل، وين فيهم الأمينو سايكليتول؟ دينا كنت رافع إيدك قبل شوية، ديانا أو دينا؟ أنا ديانا. آه تفضلي دكتورة. ما بعرف، أنا كنت أجاوب على تبعت الساسو ترانز. طب ما قبل شوي حكيناها A B C، أعطيني واحدة منهم، مين فيهم الأمينو سايكليتول؟ الأمينو سايكليتول مش اللي كانت بالنص، اللي ما فيها، اللي ما فيها C عند الكربون، اللي ما فيها O عند الكربون. لا هون هون اللي قدامك بالسلايد A B C، أي واحدة فيهم؟ I guess C. You guess C. أصغر طيب. واحدة؟ لا أنت وين أصغر؟ كلهم ستة، كلهم ستة. طيب آه مين يا يا براءة، شو رأيك يا براءة؟ هي رينج بي دكتورة. هي رينج بي، هايها بي، هاي بي. ما نحن شو حكينا أول إشي ده تطلع عليه إنه في عندك سايكلو ألكين، سايكلو هكسين، هاي السايكلو هكسين. بعديها في عندي على بوزيشن 1 وعلى بوزيشن 3 في عندي أمين جروبس، هاي هم موجودين. هاي أي واحدة فيهم يا براءة؟ إذا بدي أحكي على اليونت، لو بدي أسمي اليونت كاسم أنا، أي واحدة فيهم هاي؟ اللي هي 2-deoxytryptamine. بتطلع على بوزيشن 2، بوزيشن 2 ما في عندي OH، فthis is 2-deoxytryptamine، فبقول إنه الوحدة الرئيسية الأساسية اللي موجودة عندي هي 2-deoxytryptamine اللي هي رينج بي. طيب إحنا حكينا قبل شوي أمينو جلايكوسايتس، بما إني بحكي جلايكوسايتس يعني معناها شو بدي يكون موجود بالمركب يا براءة؟ شوجر يونت اللي هم رينج شوجر، ورابطين شو 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 اسم الرابطة هاي بنسميها؟ جلايكوسايدك بوند. جلايكوسايدك بوند أمينو، لأنه أنا في عندي الشوجر مش شوجر عادي، هو أمينو شوجر، يعني أنا حطيت فيه أمين، لأنه إحنا بنعرف الشوجر هو بولي أول فقط أو أتش، هون حطيت أمين، فأنا في عندي أمينو شوجرز bounding to this unit اللي هي ثرو جلايكوسايدك بوند، فهذا المركب ككل صار اسمه أمينو جلايكوسايدز. الوحدة الرئيسية فيه هي 2-deoxytryptamine، فإذا بتلاحظ رقم واحد هي أمين، 2 we don't have OH، 3 we have أمين، وحكينا باقيهم رح يكون O، فأنت في عندك الأربعة O O O، لكن على خمسة وستة سوري أربعة وستة عاملة glycosidic bond with amino sugar، فمن هون إجا اسمهم amino glycosides، فبالتالي هاي هو structure of amino glycosides. فأنا في عندي الوحدة الرئيسية 1-3 diamino inositol اللي هي اسمها exactly 2-deoxytryptamine اللي هي رينج بي. We have amino sugars here لأنه إحنا بدلنا واحدة من OH بNH2 فصار هو amino sugar. في عندي رابطة مع الوحدة الأمينو سايكليتول عن طريق glycosidic bond، هيها موجودة سنتين glycosidic bond. هذا المركب بنعتبره سودو أوليغوساكارايتس. الأوليغوساكارايتس هي بكون عبارة عن شوغرز رابطين مع بعضهم البعض ثرو glycosidic bond، أوليغو بيكون عندك عددهم قليل، كيف لما بحكي ببتايد وبروتين. هون بسودو يشابه لأنه أنا فعليا في عندي أمينو شوغر وفي عندي هاي الجزئية هي مش شوغر، لكنها تشابه الشوغر من ناحية وجود يعني 5-6 member ring، وجود عندك الـ OH، في عنده بدل OH كمان NH2، فهو زي كأنه بصودو أوليغو شوغرز. لو بدي أجي أحكي بشكل عام الصفات لهذا المركب بناء على اللي موجود قدامي، لو بدي أحكي physical chemical properties لهذا المركب، من ناحية الواتر سوليبيليتي شو بتتوقع الواتر سوليبيليتي لهذا المركب برأيكم؟ آه يا سميرة، water soluble definitely رح يكون water soluble، ورح يكون برينج كتير كبير من البي اتش، لأنه أنا بحكي على مركب يشابه الأوليغوساكارايتس، يعني يشابه الشوغر بس هو بصودا شبيه الشوغر، مش exactly أوليغوساكارايت، هو يشابهه، وبالتالي مركب عندي من يكون عندي water solubility إله عالية. طيب تتوقعوا إنه ممكن يصير له امتصاص هذا الدرج أورالي؟ آه يا سميرة لا يا دكتورة ما بتوقع، هي هنا العكس، ما بنحكي على إشي يعني مولكيولر ويت عالية، هون بنحكي على مركبات زي الشوغرز سودو شوغرز فريلي الواتر سوليبيليتي إلها عالية،
وبالتالي بهاي الحالة إذا بدي أحكي إني أستخدمها for systemic infections we need to administer by injection. فهي water solubility عالية هي basic طبعا بما إنه فيها different primary amine moieties فهو basic and can be formed as acid salt. يعني أنا إذا بدي أزيد الwater solubility لسه زيادة لهذا المركب ممكن أحوله لsalt مثلا أفعله مع HCl فبصير عندي chloride salt بهاي الحالة. هون بزيد الwater solubility طبعا definitely ما رح يصير له امتصاص هو يستخدم for systemic infection as injection و definitely بما إنه الwater solubility عالية عادة بصير له excretion باليورين بكون still active يعني فعليا إذا بدنا نيجي نحكي حتى على metabolism water solubility عالية distribution سريع للكدني وبالتالي يفرز بالactive form قبل ما يصير عليه أي نوع من أنواع modifications. طيب نيجي هسا على exact mechanism of action. حكينا قبل هيك هو بيشتغل mainly على 30S subunit اللي موجودة بالرايبوسوم. بال 30S انت بتحكي على هذا الموليكيول رح يجي يرتبط بال 30S مكان ما رح يجي المسنجر RNA رح يعمل خلل. يعني تخيل انت لو كان المسنجر RNA بده يمر بشكل مستقيم حتى يكون الكودونز اللي عليه تنقرأ بشكل صحيح. هذا المركب زي بيجي بيعمل يعني زي كيف كأنه عامل السيرك إفكت إجا ارتبط وبالتالي المسنجر RNA بدل ما يكون مستقيم زي كأنه عمل زي هاي الهب وبالتالي لما بده يجي يمشي الكودونز ممكن يكون في يعني إذا كان أنا عندي الكودون مكون من 3 نيكليوتايد جنب بعض لما بيصير هذا الإشي هدول الثلاثة اللي جنب بعض ممكن إنه ما يصير ينقرأ ويروح ينقرأ مع يعني واحدة منهم مع تنتين تانيات وبالتالي الأمينو أسد اللي انقرأ بيكون مختلف عن الأمينو أسد اللي مفروض إنه يتكون بناء على المسنجر RNA وبالتالي هون أنا ما منعت البروتين سينتيسيس يعني we didn't stop the protein synthesis. The protein synthesis will continue but because of the binding of aminoglycoside to 30S subunit there will be leading to miss in the translation of messenger RNA leading to the formation of proteins مختلف بالأمينو أسيدس المكونة الموجودة فيه definitely the folding اللي رح يكون مختلف مقارنة بالبروتين اللي المفروض يطلع هدول بسموهم النونسنس بروتينز وعادة بيروحوا على السيل ممبرين بيعملوا زي موج فراغ فيه وبالتالي الكونتنت تبعت الخلية بتطلع وبيؤدي لحدوث السيل ده فبالنهاية هم بيعتبروا بكتيري سايدل وبالتالي يعني هون we didn't stop the protein synthesis totally protein synthesis will continue but the forming protein not effective protein misfolded nonsense proteins affecting it will go to the cell membrane making like pores in cell membrane content of cell will go out so will end, okay, اللي هو cell death will occur فبالتالي هاي الفكره تبعت الامينو جلايكوسايدز. طيب لو يجينا على المولكيولر ليفل ونشوف وين بيرتبط عاده حكينا انه في سايتس اللي هم A P E اللي بدخل فيها الترانسفير RNA بنتقل على البي عشان يفرغ الحمولة اللي معه الأمينو أسيد بيروح على الإي وبيغادر فارغ عادة الأمينو جلايكوسايت بترتبط على الثيرتي أس سب يونت عند الأي سايت يعني هي مالي على الأي سايت هذا الأي سايت فعلياً في منطقة فيه مكون ما يسمى بالثري أدينين بلج اللي هي فعلياً ثلاثة أدينين يعني في عندي أدينين مويتز نيكليوتايدز موجودين احنا بنحكي هون لا ننسى انه نحكي انه الرايبوسوم مكون من بروتين بالاضافه الى رايبوسوم المينلي ار ان اي والرايبوسوم الار ان اي لو نرجع لتركيبه الار ان اي بنحكي على نيكليوتايدز رايبونيوكليك اسيدز وبالتالي رح الاقي انا موجود في عندي نيكليوتايدز موجوده هناك من ضمنها اللي بنحكي هنا في عندي اللي هو الادينين نيكليوتايد اللي هي بيكون رابط مع شجر ومع فوسفات ففي عندي اللي هم 3 أدينينز هاي أرقامهم مش مهم إنك تحفظ الأرقام لكن في عندي أنا 3 أدينينز هدول 3 أدينينز إلهم دور بالارتباط مع الأمينو جلايكوسايتس يعني will interact with أمينو جلايكوسايتس فبيحتلوا هاي المنطقة فبصير عندي هذا المس ترانزليشن اللي بحدث في البروتين فروقف عند هنا عشان نشوف المرة الجاية 3D structures ونشرح the structure activity relationship. دكتورة فهيمة بدي أسألك سؤال تفضلي يا ياسمين
دكتورة هسه الأمينو جلايكوسايد مش فيها جلايكوسايدك بون، طب هاي ما رح يصير لها هيدروليسز؟ ممكن يصير لها هيدروليسز عادة، يعني النوع البيبتايد بوند سوري الجلايكوسايدك بوند، احنا جسمنا اكثر شيء بيتعامل مع البيتا. هون اذا بتطلعي نوعها الفا، يعني الفا هيها داون وهاي داون، فهي الفا الفا، يعني احنا بتطلعي على 1 بتطلعي على 1 وعلى 6، فعلى 1 هي الفا وعلى 6 الفا، فاحنا بنسميها هاي الفا. جسمنا بيتعامل اكثر شيء مع البيتا الجلايكوسايدك بوند مش الالفا، لكن ممكن انه يصير له هيدروليسز، يعني ممكن انه يصير هيدروليسز للجلايكوسايدك بوند، بس جسمنا بيتعامل اكثر شيء مع البيتا جلايكوسايدك بوند. كيف لما نحكي انا على الامينو اسيد ال ودي بالشوغرز نفس الفكره اللي هم الالفا والبيتا جلايكوسايدك بوند. هسه في امينو اسيدز عندنا او سوري في انزيمز خاصه بتشتغل على الالفا، لكن ممكن يكون مينلي احيانا بالجي اي تي موجوده هاي الامينو اسيدز اللي لها علاقه بهضم الشوغرز يعني والسكريات الموجودة بالطعام. فبالتالي المركب ممكن إنه يفرز بالأكتيف فورم بدون ما يصير حتى عليه هيدروليسز بعد ما ينعطى أز إنجكشن. تمام دكتور وصلت. طيب يا جماعة بنشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. أستودعكم الله. الله يعافيك.